عم احمد يلا يا ريت السوق ده بيجيب من السودان، من الصومال، من اثيوبيا، من جيبوتي، من اي حته، اي جمل داخل مصر يجي على السوق ده، ومن هنا بيتوزع ايه اللي هيالف ويقنيه ويربيه وكده. ولحضرتك برضو الجزار مثلا بيجي ياخد من هنا، والناس اللي بتركب جمال في الهرم وفي الاماكن السياحيه برضو بتيجي تاخد من هنا. كل واحد بينقي النوعيه اللي هو ايه عاوزها لمجاله وبيجي هنا. الانواع كتير، في صومالي وفي سوداني، في بشاري، في البلدي اللي هو بيتولد هنا في مصر ايه وياكل الاكل بتاعنا اللي هو برسيم من مصر، مش العلف بتاعنا يعني. اغلى اسعار اللي هي البلدي، لانه واكل علف معلوفه طبعا هو اعلى انضف حاجه العلف بتاع مصر هنا حضرتك، والميه بتاعت مصر انضف حاجه. اغلى سعر في الجمل الاعود، بالنسبه لحجمه صغير في السن، بيبقى كسر جوز، كسر اربعه، لبانه، فهو بالنسبه للناس اللي يعني في البيت الاكل وبتاع بيستوي بسرعه، ولحمته طعمها احلى طبعا من الكبير في السن شويه، فهو عشان كده اغلى حاجه. بيبدا معاكي مثلا الاسعار هنا في السوق من 7 لغايه 20 و22 و23. الاضحيه كتيره قوي في الجمل، يعني انت لو قيسته بالعجل اللي الجمل اقل منه في السعر، الجمل ابوه مثلا 15 هيرمي قد العجل مثلا اللي هو ايه نقول ب 20 مثلا الموازين. فبتبص تلاقي الناس ايه اللي بيفرق ده بيرتاح للجمل عشان يفرق على عدد اكتر وبفلوس اقل. راجع قعود الصومالي ده يا نايم. انت ده بعربيه انت يا